الزكاة، هل المرأة تعطي زوجها من الزكاة؟ هي القاعدة في موضوع الزكاة أن كل إنسان يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك. يعني كل إنسان يجب علي أن أنفق عليه لا يجوز أن أعطيه من زكاتي، وهذا هذه قاعدة، هذه القاعدة. طبعا ليش؟ لأن أنا إذا أعطيتها من زكاتي أعطيت نفسي، لأنه محتاج الآن، لما أعطيه زكاة معناته ما راح أصرف عليه لأن أغنيته بالزكاة، فكأني أعطيت نفسي، هذا لا يجوز. قال نص أهل العلم لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع ولا للزوجة، لأن هؤلاء جميعا يجب عليك أن تنفق عليهم. كل من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك. الأصول اللي هو أبوك وأمك وجدك وجدتك وانت صاعد، هذه أصول. الفروع ابنك بنتك ابن ابنك ابن بنتك ابن ابن ابنك وانت نازل، هاي يسمونها الفروع. فالأصول والفروع لا يجوز أن تعطيهم من زكاة، لأن هؤلاء إذا احتاجوا يأخذون من حر مالك، هذه واحدة. الثانية وهي الزوجة، الزوجة كذلك يجب عليك أن تنفق عليها، فلا يجوز أن تعطيها من زكاة، أنك تجب عليك النفقة. طيب، فكل أخوك مثلا عايش معك وما عنده مصدر رزق وانت اللي تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأن أنت مسؤول عنه. لكن لما يصير أخوك موظف وصار له ظرف دين أو أي شيء مهم صار من أهل الزكاة، يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، لأنك أنت مو مسؤول عن النفق عليه. لكن إذا كان عايش معك وانت اللي تنفق عليه، القصد أنه لا تعطي نفسك، هذا القصد، لا تعطي نفسك. طيب، إذا بناء على هذه القاعدة، هل الزوجة هي اللي تصرف عليك ولا أنت تصرف عليها؟ أنت اللي تصرف عليها، زين؟ طيب هي، لا هي تصرف عليك أو أنت تصرف عليها؟ أنت تصرف عليها، إذن هي لا تجب عليها نفقتك، إذن يجوز لها أن تعطيك من زكاتها، لأنها مو مسؤولة عنك، هي مسؤول. كل إنسان غير مسؤول عنك يجوز أن يعطيك من زكاته. ولذلك عبد الله بن مسعود جاءته زوجته زينب وقالت له هل يجوز أن أعطيك من زكاتي؟ قال نعم. فقالت له أكيد. قال اسألي رسول الله، والرسول موجود، يعني خلاص اسألي الرسول. فذهبت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت اسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زوجي من زكاتي أو لا، ولا تقل له من أنا، كل واحدة تسأل. فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأة تسأل، قال من هي؟ فما قدر الله يقول، قال زينب. قال أي الزيانب، لأن في أكثر من زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال ولها أجران، لها أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة. فالإنسان إذا أعطى زكاته لأقاربه فهم أحق من غيرهم، فإذا عندك زكاة أعطها لأقاربك أولى من الأباعد، وسلمها بنفسك أولى من الوسيط، بدل ما تعطي وسيطا يقول لها هذه زكاة مالي أعطها اللي تشوفه، الأفضل أنت توديها. لأن المقصود من الزكاة أو من مقاصد الزكاة أن تكون هناك علاقة تواد بين الغني وبين الفقير، لأن الفقير هذا ما يدري أنك أنت اللي أعطيت الزكاة، لكن لما يدري أنك أنت اللي أعطيت الزكاة بيحبك، وصير في علاقة ود بينك وبينه. فالأصل أن الغني هو يسلم الزكاة بنفسه، حتى يرى يشوف أحوال الفقراء. يعني أحد الأصدقاء يقول أنا لا حنوا علي العيال والزوجة، نبي 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 نبي، زين أي شيء نبي، قلت لهم إن شاء الله. ذاك يوم بغفلة قلت لهم امشوا روح نتمشى، وديهم يقول صليبية، دخلهم بين البيوت هناك يشوفون بيوت الناس وحياتهم كذا، شنو هذول معقول عايشين؟ والله قال بس ما نبي شيء، احنا بنعمل الحمد لله بس ما نبي شيء. فالإنسان لما يشوف حال الفقراء يستشعر أكثر، حتى يمكن بدال الزكاة يبدأ يحط له برنامج صدقات لهؤلاء الفقراء وهكذا. فالأصل أن الإنسان يسلم زكاته بنفسه لمن هو محتاج، هذا هو الأصل. والله المستعان. الفقير في الوقت الحاضر، يعني عندنا أقرباء ما عندهم يأكلون، عندهم سيارات، لكن فقير ما عندهم، يعني ما أصح ما عنده بدينا فلوس. شلون تعريف الفقير؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ولا ينتبه له الناس، هذا هو المسكين. الفقير الآن للأسف الآن، يعني بعض الناس يتساهل في هذه القضية. يعني في ناس يتصلون مثلا والله أنا عندي جاء أعرف واحدة فقيرة،
يصير أعطيها من الزكاة؟ إنزين عندها راتب والله راتبها 1200 ساكنة بأجار لا والله بيت ملك هشون فقيرة قالت والله عليها ديون منين يأتي ديونها مسافرة شاري أثاث عندهم عرس هذا يعني مبالغة يعني في هذه القضية الفقير هو الذي يحتاج هذا هو الفقير لما تقول لي واحد عايش بالكويت يعني موظف كويتي وكذا وتقول لي فقير نادر نادر إلا في حالة واحدة إذا كان عليه ديون إذا يأخذ من باب الدين وليس من باب الفقر لأن قلنا أصناف ثمانية ومنهم الغارمين يكون عليه دين مثلا وحتى هذا الدين إذا كان هذا الدين يعني خلنا نقول يعني تكشخ ومدري شنو كذا يشتري سيارة آخر موديل ويبي يسافر وبعدين يقول عليه ديون مثلا هذا ما هو فقير هذا زين هذا إنسان مبذر فالقصد أن الفقير هو المحتاج فقير هو المحتاج يعني هي ما فيها تعريف معين للفقير ولكن عرف يرجع إلى عرف هل هذا الإنسان فقير ولا ما هو فقير فأكثر الناس خاصة تكلم على الكويتيين اللي عايشين بالكويت ما هم فقراء إلا إذا كان في شخص معين مثل عايش بأجار مثلا راتبه قليل جدا وعياله كثر وكذا يمكن قد يكون هذا فقير لكن في الجملة الفقراء قليل جدا لله الحمد والمنه.